بننعي الفنانة الجميلة الراحلة دلال عبد العزيز، ويعني أكيد سيطرت حالة كبيرة جدا من الحزن على كل الناس أول ما سمعت خبر الوفاة، ويعني كلنا بنتمنى لها الرحمة يا رب، وبنتمنى كمان لأولادها الصبر، وهم مروا بفترة كانت صعبة جدا، يعني تقريبا في حوالي 4 شهور بقالها في المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا. ويعني كنا سمعنا من فترة قريبة أنها كانت خلاص طلعت النتيجة سلبية، وأنه يعني كانت بدأت أنها تمتثل للشفاء، لكن المضاعفات الشديدة اللي مرت بيها بسبب إصابتها بالفيروس أدت إلى وفاتها. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. وأكيد طبعا من المعروف جدا عن الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز أنها كانت طيبة جدا، كانت بتحب أصحابها وأصدقائها، وكانت دايما بتودهم، وكنا يمكن شفنا كتير من المواقف دي على شاشات التلفزيون بينها وبين الفنانات أصدقائها وأصحابها، وأنها كانت دايما بتسأل عليهم، وكان دايما علاقتها بيهم قوية، وكان في ترابط كده في العلاقات. يمكن في الفترة اللي احنا فيها دي يعني ما بقيناش نسمع عن ده كتير، ما بقيناش نشوف ده كتير، فده كان من الزمن الجميل بجد، وكانت يعني نموذج للناس اللي هي بتتابعها وبتشوفها وبتحبها وبتقتدي بيها، وكانت بتبقى سعيدة بطلتها على الشاشة، وكنا دايما بنشوف ده كمان في ابتسامة بناتها وأدائهم، وقد ايه كانت هي وزوجها الراحل طبعا الفنان الجميل سمير غانم كانوا دايما بيسعوا ان هم يقدموا احسن حاجه وافضل حاجه، وكان ده برضو واضح في تربيتهم لبناتهم، وان هم كانوا دايما بيساعدوهم، كانوا دايما بيقفوا معاهم بيشجعوهم، ودي كانت من الحاجات الجميله، الاسر المترابطه اللي بتحب بعضها وبتحب انها تحافظ على الاصول على التربيه على القواعد اللي هم حافظوا عليها طول العمر ده مع أولادهم، وقدروا إن هم يطلعوا ناس يعني محبة للمجتمع محبة للحياة بتأدي بشكل كويس. كمان يمكن شفنا الترابط ده مع يعني الأزواج بناتهم طبعا الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، وقد إيه هم كانوا دايما في وقت المرض كانوا بيدعوا لهم وبيتكلموا عليهم أحسن كلام، وبيتكلموا عليهم إن هم قد إيه كانوا علاقتهم بيهم قوية جدا، حتى طبعا أكيد الصدمة عليهم برضو كبيرة، كلنا بندعي لهم إن هم ربنا يصبرهم بإذن الله. إحنا بنتكلم في نموذج يعني للمجتمع، بنتكلم عن أسرة قدرت تحافظ على الترابط الأسري طول الحياة، واستحملت أكيد حاجات كتير ومواقف كتير جدا. خلينا نقول إنه ده اللي إحنا عايزين نشوفه دايما في المجتمع، وعايزين نشوف دايما الأسر وهي مترابطة وقوية وبتحافظ على كل أطراف بقى الأسرة دي، من أزواج من زوجات من أزواج أولادهم بناتهم أو حتى زوجات أولادهم بعد كده، يعني كل دي حاجات مهمة جدا إنها تفضل موجودة ومتوالية وموجودة عندنا في المجتمع. الحقيقة يمكن ده خدني كمان للحادثة اللي سمعت عنها قبل الهوى، انه في يعني اصدقاء 2 من الاصدقاء واحدة منهم حرضت على قتل التانية، وبالفعل هي توفت، ويعني بجد صعب قوي صعب قوي انه يبقى 2 بيتعاملوا مع بعض طول الوقت على الحب ومبدأ الصداقة، وان هم اصحاب، وان هو اسرارهم كمان ممكن تكون مع بعض وكل حاجة، ده ساعات البنت تحديدا ممكن ما تحكيش، وده مش صح يعني، ما تحكيش لمامتها او اختها في البيت وتحكي لصاحبتها على حاجة خاصة بيها، تعتبرها هي السكن ليها، تعتبرها هي الحاجة اللي ممكن تكون الابتسامة بتاعت يومها الضحكة بتاعتها. قد ايه كلنا لما بيكون عندنا صديقة وصاحبة كده كويسة، وده بقى نادر يعني في المجتمع الحقيقة دلوقتي، بنبقى حاسين انه ده المنفس بتاعنا بتاع اليوم، يعني انا